أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المرأة التي توفي زوجها ما هو المشروع لها في لباسها؟ وهل يجوز لها أن تستخدم الصابون أو الشامبو؟ وهل ترد على الهاتف؟ ترد على الهاتف بالكلام الذي تحتاج إليه وليس فيه ممازحة أو ما يسمونه بالمغازلة، الكلام العادي الذي ليس فيه فتنة ترد. لا بس تلبس من الملابس ما ليس فيه زينة، ملابس التي ليس فيها زينة ولا يتعين لون معين، تلبس ما يصلح لها لكن ليس فيه زينة، هذا ما تلبسه من الملابس. نعم.